عم ابو ناصر. هلا 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 بالحبيب، هلا بالغالي. شلونك اليوم؟ تمام، الامور زينه ان شاء الله. طيبه بسلامتك. طيبه بسلامتك وان شاء الله اليوم هذا يوم سعيد عليك وعلى الاحبه المشاهدين. بس تدري اللي عاجبني شنو؟ شنو اللي عاجبني؟ الوجبات اللي قاعد تسويها لكل الناس، يعني ما هي مثلا بس مشبوس ولا طبق ولا ايه. هذا في شغلات عجيبة. شوف من الخط التقليدي الشعبي موجود والكل يسوي، وما أقدر أدعي أني أنا أحسن واحد يسوي، بس في خطوط ثانية بالطبخ احيانا ودك تغير بالسحور، احيانا ودك تغير بالفطور. الاطباق الرئيسيه كلها الكويت يعرفونها ويجيدونها، لكن في اقتراحات اخرى الواحد يجتهد من كل بستان زهره على ما قال. عدل عدل عدل. شيء من اسيا، شيء من يعني دول عربيه، شيء من دول غربيه، شيء وحالاتها كذي ترى. إيه؟ وخفيفة وتوليفات سريعة وخفيفة وطعمة وش زينها وجبة خفيفة. ايه على وزن سهرة لطيفة. ايه وجبة خفيفة. ايه فعلا انا مستانس التنوع اللي قاعد يصير في الطبخ. ايه نحاول يعني ما نروح بخط واحد. ايه تنوع، هذا تنوع. في وجبات مربوطة بالسوالف. ايه وفي وجبات لا والله ما لها شغل فيها. اي لا، وبعدين يمكن احنا تعودنا على ان لازم كل شيء دسم و ايه اقوس صبار وهذا ومعبوك و والله احب الدسم انا. ها؟ صراحة احب الدسم انا. انا ايش اقول بعد؟ بعد اذا تحكى بعد الشيف تاريخ. اذا تحكى الشيف تاريخك الكل يشهد. الكل يقول امين. الله يعفوك. تاريخك يشهد بال... ها متى قبل شلون عشاكم اول اي اول؟ انا استانس من العيش بالليل. عيش وتالي قدرت تقطع. اي قدرت. إيه قدرت خففت غيرت وايد، غيرت الدرب غير رمونه. ايه ومشيت على درب الرشاقه. ايه ايش زينك يا ريال، تحط راسك على المخده تنام، لا حلوم لا شيء لا شيات لا كوابيس. صدق اول كله تحلم تحلم كله. ايه اذا النومه صعبه والجسم شغال. ايه وكله يطقونك وكله يعني شغله يعني. بس انا فعلا سعيد انه قاعد اشوف. انا الحين بالنسبه لي قاعد اشوف شغلات اللي انت تسويها ومستانس فيها. والله بعضها يعني بعضها مجربها مره واحده لكن تجربه كانت جميله تبقى بالذاكره، فقلت تستحق. وهذا اهم شيء، هذا اهم شيء. اليوم اكو تجربه ولا ما اكو تجربه؟ العاده كل يوم اليوم في تجربه. اخذت وصفتها من يعني أخ عربي سوري الأصل سويدي الجنسية. عجيب. فتح علي ذاك اليوم خط ويسولف عن البرنامج، كان يقول لي أكو وصفة من زوجته. ايه. وحطينا سبيكر وخدت الوصفة، فإذا بها يعني سهلة ومشوقة. ان شاء الله تضبط. ان شاء الله تضبط. لا تضبط في شق منها محلي البرغل. البرغل مثل يعني حاله حال يريش يعني. ايه بس بدون لحوم بدون دي اي، نعتبرها وجبه للنباتيين. عجيب. نحاول هذه. شوف شو اقول. شوف زين. شيء زين. شيء زين. والله شيء زين عشان لا نتهم. لا شيء زين. لا شيء زين. انا والله يعني في غاية الشوق أشوف شيء نباتي الحين. عاد ما يخلى من زبدة دهن زيتون. زيتون. زيت الزيتون عشقي هذا. ملك زيت الزيتون أنت. والله مفيد جدا. يقول اشرب فنيال الصبح
زيت زيتون وشوف الصحة كيف بتصير. أنا خبر هنا بكير. إيه لا هذه قربت أنت الحين. أبو ناصر كل ما غصت في كلماتك أكثر، سولفنا أكثر، أجد كلماتك اللي في حب الكويت وغنيت أو قيلت في أوبريت أو سكتش مختلفة، تلامس القلب على طول، تلامس تهز الوجدان. كم واحد مو بكى، كم واحد ما بكى على مثلا وطن النهار وظروفها وكلماتها. اكو مقطع ودي تسمعه، وعقب ما تسمعه اوجه لك السؤال. تفضل. لقعت أنا اللي عرفها تقعد ثلاث ونص الفجر. إيه نعم. لقعت تصبح على الكويت. أدعي للكويت. يعني أحس إنك تناجيها، تكلمها، سولف وياها، تحس بمشاعرها، تحس إنها حالي حال يعني حالي حال كل كويتي. إيه. كلنا نموت عشق في 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 هالوطن. كلنا والغزو والله لا يعيد الشر اثبت. اي والله شهدائنا رحمه الله عليهم، اسرانا اللي الله فك اسرهم، كلهم ضحوا باكثر من مشاعر، وكل اللي اشتغلوا وقدموا وتفانوا. يعني هذه يمكن انا اقول مشاعر، لكن هم قدموا حياتهم، قدموا حريتهم، قدموا كل شيء لاجل الكويت. فبالعكس انا يمكن لقعدت الصبح يمكن احس اني انا محظوظ وحظي كبير بالدنيا اني انولدت كويتي. وكل ما استيقظت الحمد لله قلت الحمد لله. اكيد اكيد اكيد. بس في الاغنيه ذي في صباح الخير المبدع الجميل جدا مشعل العروي، مشعل فنان من راسه لريله، يحب النص ويعرف تفاصيله، يعيشه في هالجمل الموسيقية جمال على إذا النص جميل. هذا صباح الخير على الديرة دعوة، هي دعوة للعمل لأجل الكويت. فأنت قاعد تصبح على الكويت وتصبح على أهلها وتحسهم، وأقول إن في أمل، إن في شارع عمل نمشي فيه، نبني ونعمر، نسوي كل شيء زين حق بلادنا. أي أغنية سواء أنا كاتبها أو إخواني الكتاب اللي هم مقدرتهم الكبيرة في الصياغة، إذا ما في رسالة خاصة في الأغنية الوطنية ما تحسها، لأنك أنت مو تحس، أنت مو تقول والله إنه والله بدر مثلا ولا عبد اللطيف ولا يوسف ناصر ولا الشرقاوي ولا أي واحد من الربع كاتب نص بدون فكرة بتقول مو زين. بس كل النصوص اللي تنكتب مني ومن إخواني الكتاب وراها فكرة، وراها دعوة لعمل شيء معين جميل لوطنك، لأن احنا في أمس الحاجة إن نعمل لهالوطن. وهذا اللي قاعد نشعر فيه يعني. وهذا المطلوب من فعلا الشق الثاني منها باقي الكلام. هذا المطلوب يوديك باتجاه العمل. بما أن ذكرنا العمل أعتقد يجب أن نطلع فاصل ونروح للعمل، ونروح إلى العمل نواصل ونكمل باقي سالفتنا. إن شاء الله توكل على الله.
هذا الشق الثقيل بس في وجبتنا اليوم، والباقي ان شاء الله انه سهل. ان شاء الله ان شاء الله انه سهل. يعني هاي شو اسمها الطبخه دي؟ هذه برغل بالبندوره على قولة اخواننا في الشام. برغل وطماط وبيديان وكوسة وتنخلط مع بعض، وأكلتها لذيذة جدا ومغذية وايد حلوة. طابخها أنا يعني عدة مرات قبل. الله تدردع الفلفل عاد الله يستر. الثوم، تحب الثوم شوي نظر. وملح وفلفل اسود. ونرجع على اغانيك او كلماتك في حب الوطن. العلم دائما يتكرر عندك، هم في مقطع ودي الرمز، هذا رمز ايه ودي نسمعه. يلا جميل. هذه هي الكويت، هذه هي الكويت. سواري السفن شفتها مثل سواري العلم. العلم شو يمثل لك؟ رمز، رمز، رمز البلاد. هذا اللي نوقف له تحية، هذا اللي نعلم عيالنا نقول لهم هذا علمكم ونحببهم فيه، وين ما تروح وتشوفه قلبك يخفق. الله والله ليش تعلم الكويت خفقت كأنك شايف الكويت. ايه رمزيتها. ايه كأنك شايف الكويت. جمعنا هالعلم، حلو انك تكتب. وبعدين في هذه الاغنيه بالذات انا حاولت اربط الغوص والسفر وتعبها الكويت في البحر بالعلم، لان احنا اهل البحر اكيد اهل البر كذلك، ولنا قامات في البر مثل ما لنا قامات في البحر. لكن اشتهرت الكويت بسفنها وصوارها. السفن الشراعية اللي بعد ماكو لا ماكينة ولا طلابة ماكينة، فتشوف شكلهم مش حلوة في البحر. يعني شوف الصور القديمة والأبوام في البحر شكلها حلو، مرتفعة كذي كلها فقط. تروح لنقع اللي على البحر أحيانا، ها؟ ياخذك الشوق تروح تشوف ايه؟ النقع اللي على البحر. اي اكيد اكيد بقايا اللنجات الخشبيه اللي موجوده. مو بس انا ترى والي، كل اهل الكويت يروحون يشوفون. انا واخوي غنام الدقان لما جينا نشتغل هذه اخذنا لعبه كانوا يلعبونها الاطفال في ذاك الوقت. ايه انا دي باكلكم انا امكم بحميكم، فحتى نضعها في مكانها يعني اللي كنا احنا نفكر فيه، نضيف لها اعطينا الامان انا امكم اعطينا السلام. اي شغلات ما تذكر النص. هذا اللي يردني، تتعامل مع الكويت كشعور كاحساس، ك تقدر تاخذ وتعطي معاها، تقدر تكلمها وتسمع ردودها.
وتسمع فزعتها لك. اي ما هذا هو، هذا هو. شنو هي المواطنة؟ المواطنة مو بس تاخذ من الكويت، المواطنة تعطي الكويت. انت تتعامل مع، بالنسبة لي انا كيان حي. اي في شباب، في شابات، في اطفال، في كبار السن، فانت بعالم، عالم متحرك، عالم متحرك. مع هالعالم هذا انت تخاطب هالعالم. فيك شوق لمثل هذه الاوبريتات ترجع؟ اكيد اكيد، مو بالضروره انا اكتبها، ولا مو بالضروره. إيه بس يعني يرجع هذا العالم، يرجعون لهالعالم الاخوان، خاصه عيال إيه؟ الشباب الكتاب الجميلين اللي موجودين الان، انهم يتعاطون مع الامور بهالشكل، حفاظا على اللهجه، حفاظا على مشاعر الناس، حفاظا على الكويت، حفاظا على كل شيء. وشيء جميل، يعني شيء جميل انك تسوي شيء حلو يعني حق الكويت. وانا يمكن من المحظوظين من مع الربع اللي عشنا يميع واشتغلنا يميع، ان نسوي شيء ان شاء الله، ان شاء الله يكون عجب اهل الكويت، وهذا اهم شيء. بالعكس، هذا من المقاطع اللي اصبحت يعني خالده في الوجدان الكويتي. الحمد لله. الحمد لله. الان بس سهالات، اي بس اي بس نبي نسميها اسم عادي يعني. هذه بندوره بالش اسمه، ايش اسمه، برغ البندورة. برغ البندورة وضايفين عليها البيديان والكوسة، وجبة والله يعني صحية، وجبة سعيدة، وجبة سعيدة وجميلة. خلنا نسمع المقطع الثالث مخرجنا، أو الرابع. الرابع شوف أعمالك، شوف أعمالك، شوف كلماتك، وعمل جماعي مثل ما قلت. أي نعم، الكل اشترك فيه، حتى كل طالب وكل طالبة وكل مدرس ومدرسة وكل مسؤول. هذا كان تفهم أهمية هذه الأعمال، كانوا طلاب المدارس. موفقة؟ شيء جميل. ذمتك كسحور مو رائعة؟ حتى ريوق. ريوق؟ هاي كلها كلها خضرة؟ خضرة؟ كلها سنع؟ كلها شيء جميل. أنا عادة نختم، بس ودي وإحنا نختم نرد نسمع يلي تحب الكويت لا تف، ها؟ نودعكم ونسمع هذه الثواني القليلة وإحنا يتسلط عليه ترش حلجي قام يحاكي لي. والله ما أدري تصير بالصدفة، أي بالصدفة، عشر مرة بس. جميل، أنا سعيد إنك تاكل بشهية مفتوحة معاك. أنت سعيد، أنا بدر. يلا توكل على الله. فما الله، سمعونا المقطع تكفى الأخير.